اهلا بحضراتكم من جديد، ومحتاجين دلوقتي نطير بسرعه على استاد القاهره الدولي عشان قبل ساعتين ونصف من الان نطمئن على اخر الترتيبات والاستعدادات في محيط استاد القاهره عن دخول جماهير النادي الاهلي، جماهير الترجي التونسي، الساعه الرسميه لجماهير الترجي ال 5% اللي حددها الاتحاد الافريقي، هل في اعداد ممكن تكون زائده خلال الدقائق او الساعات اللي جايه؟ كل ده بالتاكيد هنعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في محيط استاد القاهره عشان نطمئن منه على اخر الترتيبات في استاد القاهره. مساء الفل يا توفيق. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك والجمهور الاهلي العظيم في كل مكان. طبعا محتاجين نطمئن من خلالك على اخر الترتيبات عندك، الاجواء الجماهير داخله بتستعد ازاي؟ هل في حاله تفاؤل برضو ولا الناس عندها ترقب للمباراه؟ ولو عندك تفاصيل بشان دخول جماهير الترجي ايضا والمكان المخصص ليهم في جنبات استاد القاهره. بالفعل يا محمد، زي ما بنقول دايما مستر مارسيل كولر كمان قال في اخر مباراه الدوري، جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد، اللاعب رقم واحد وصل لاستاد القاهره بالفعل ومستعد للمباراه في انتظار بقيه اللاعبين باذن الله رب العالمين وحلم البطوله ال 12. زي ما انت قلت يا محمد، يكون الجمهور كله حاله تفاؤل، كلهم جايين النهارده باذن الله رب العالمين يحتفلوا بفريق النادي الاهلي ووصوله باذن الله للقب ال 12 لدوري ابطال افريقيا. يمكن جمهور النادي الاهلي بالالاف هنا يا محمد، خلاص يعني دقائق قليله والساعه المحدده لجمهور النادي الاهلي هتمتلئ عن اخرها. جمهور النادي الاهلي من بدري جدا، يمكن من الساعه 2 الظهر والجمهور بدا دخول الملعب. على الجانب الاخر كمان روح رياضيه اكثر من رائعه، جمهور الترجي التونسي بالفعل دخل المدرجات المخصصه ليه في الجزء العلوي يا محمد، يعني هو درجه اولى يمين بس الجزء العلوي منها مخصص لجماهير الترجي التونسي. كان حاله بقى جميله جدا يا محمد بتشوفها هنا في شوارع القاهره، خاصه في محيط استاد القاهره، لجمهور الترجي مع جمهور النادي الاهلي بدون اي فصل بدون اي تامين. روح رياضيه اكثر من رائعه تدل ان احنا في بلد كبيره جمهوريه مصر العربيه، وكمان تدل على عظم جمهور النادي الاهلي اللي بيستقبل اشقاء مش بس من تونس ولكن من كل الدول. انت شايف جمهور النادي الاهلي واستعداده للمباراه، كمان بنشيد بدور وزاره الداخليه، شركات الوطنيه سواء شركه تذكرتي او الشركه الافريقيه، الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، مجهود اكثر من رائع من جمهور النادي الاهلي. احسن صوره محمد من استاد القاهره، ويا رب كل الجماهير دي تفرح واحنا نفرح معاهم بالبطوله ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين طبعا الحماس والتشجيع والمشهد الجميل اللي احنا شايفينه، وطبعا الجمهور باذن الله يكون عنده حماس كده كبير داخل استاد القاهره. بس لفت انتباهي من الحاجات اللي عرضها توفيق، وانا بشكر توفيق بالتاكيد على الاطلاله السريعه من محيط استاد القاهره، شفنا يمكن مشهد دخول جماهير الترجي بالقرب من مشهد دخول جماهير النادي الاهلي، حاجه تقدر تقول عليها فعلا ما بتحصلش الا في مصر، بلد الامن والامان، كل الامور المتاحه للضيف وجماهير الفريق الضيف موجوده، وكل المسؤولين بيوفروا كل السبل اللي فيها راحه للفريق الضيف او حتى جماهير فريق الضيف. شفنا الحضور الجماهيري عامل ازاي، جماهير الترجي التونسي كان الساعات الاخيره والايام الاخيره في رحلات كتيره جدا جت من عديد من الدول، من تركيا، من فرنسا، من دبي، من الرياض، جماهير عديده جدا، حتى رحلات جت من تونس لجماهير الترجي التونسي. ولكن عموما في ساعه رسميه هنشوف ازاي هيتم الاتفاق على هذا الشكل في الساعات الاخيره مع منح جماهير الترجي التذاكر في هذه اللحظات امام احدى البوابات في استاد القاهره القريبه من قاعه المؤتمرات. نخرج الى فاصل ثم نواصل.